من فاز؟ الهلال. كيف الفوز حلو؟ من تهدي الفوز؟ الهلال. شخصية البطل قدمها الهلال بامتياز أمام الدحيل ليؤكد حسن استعداده وعزمه على الذهاب بعيدا مهما كان اسم المنافس. بالنسبة لي أقول الهلال دائما واجهة مشرفة للكرة السعودية، اليوم أثبت أنه فريق بطل وقوي رغم كل الظروف اللي واجهته. اليوم الهلال يخرج بالصورة اللي الكل يعرفها. خلال السنوات القليلة الماضية كان الهلال حاضرا دائما في الأدوار المتقدمة ومرشحا قويا لللقب، لكن الخطوة الأخيرة تخونه وفي أكثر الأحيان بسبب سيل من الفرص الضائعة. أما الواقع الجديد بقيادة الأمير محمد بن فيصل فمختلف متطور. أخطاء، يعني أنا أشوف الحكم كأنه مستقصد أنه يستفز الهلاليين، لكن اللهم لك الحمد رجال الهلال كانوا موجودين في الملعب. احنا دائما متعودين على الانتصارات، فمهما حتى لو جاء فينا جول جولين نعوضها. الهلال ما عليه خوف. هجوم عالمي مرعب وبدلاء بمستوى الأساسيين والأجنبي يكمل السعودي وكلاهما أروع من الآخر. أوه يا هلالي، أوه يا هلالي، أوه يا هلالي، أوه. الدحيل بدوره فريق متكامل قوي مرعب، والنتيجة مباراة ممتعة وكرة جميلة وإبداع، لكن الكفة الهلالية غلبت وسيطرت وضربت بالثلاثة. من أحسن جول عجبك؟ قميز. قميز؟ جول حلو ها؟ ليش حلو؟ والله هذا شو اسمه، أول شيء صح فيهم ثم عطوا الجول. عندما تكون المجموعة نارية هي الأصعب، فالحكمة تقتضي الضرب بقوة ومنذ البداية تفاديا للمفاجآت والحسابات المعقدة. والزعيم السعودي يتقدم بثبات ويحقق العلامة الكاملة. صدارة بس. كم لك كنت تشجع الهلال؟ أنا لي 40 سنة. 40 سنة. إيه. وأنت ورا الزعيم. ورا، أنا ورا الزعيم. كل يوم. ورا علينا نموت لين ندفع في القبر. الهلال يكتب رسالة مضمونة الوصول، لن أساوم على التأهل والصدارة، وخير دليل على ذلك عودته في وقت قياسي بعد هدف التعادل ليستعيد التقدم ويضعفه بفوز ثلاثي. الله يوفقهم إن شاء الله وعقبال البطولة إن شاء الله. والله الحمد لله اليوم فوز مستحق، مع أن التحكيم كان ضدنا وكم شغلة كانت ضدنا، ولكن الهلال إذا حضر وحضرت روح الهلال ما حد يوقف الهلال. إقناع وإبداع وإمتاع ومنافسة وصدارة في كل البطولات. لا لا لا، سلومي سلومي، تكفى. وش اللي يبا 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 وش اللي يبا يبا وش اللي يبا يبا علم، تعال قال لك سو مع الجماهير مو مع ولدك. ألف مبروك جماهير الهلال، فوز مستحق. شكرا محمد بن فيصل. محمد قردبو، صدى الملاعب.